بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بلقاء للمتألق دائما يوسف، نجم تحالف إيجيبت ضد أحد الخصوم من تحالف إيجيبت نايتس. يوسف يا جماعة احنا مسمينه يعني ايه؟ مقاتل الشوكة والسكين، رجل يجيد التنظيم ويجيد الإدارة، وبيلعب كده بطريقة اسمها طريقة السهل الممتنع. هتشوفوا حضراتكم اللقاء دلوقتي وهتعرفوا أنا بقول كده ليه. يوسف هنا ينزل أول حاجة بالدبابة الخضراء، خصم الناحية التانية نازل دخلة جامدة قوي، يعني نازل بمدفع الدبابات ونازل برجالة الكوماندوز ومرمي كونتينر دعم على مدفع الدبابات. بصراحة حركة تمام. يعني يوسف هنا بكل بساطة يرمي الأسلاك الشائكة ويرمي ألغام أرضي دبابات، يعني شوية حاجات كده بتلات أبيض يخلص على كل الهوسه اللي كانت موجوده. والراجل رامي برج المدى البعيد، يعني زي ما بقول لحضراتكم كده بالشوكه وبالسكينه بيخلص. الخصم طبعا كان كل السبلاي بتاعه راح، استنى شويه لغايه ما الدنيا تملى ونازل لك بالعروسه بقى يا عم يوسف، ورينا هتعمل ايه مع العروسه بقى. رجاله الكوماندوز كده رايحين جايين، يوسف هنا ينزل بالبوازيك يرمي الدراجون تيث. يلا العروسه اتزنقت في الدراجون تيث والفستان بتاعها يشبك في الدراجون تيث وهتبقى مشكله النهارده. العروسه تروح يا ولداه. الخصم هنا يرمي حركة حلوة قوي، يرمي كارت اللهب على العساكر، يرمي كارت الزومبي على الدبابة العروسة. طب انا بس عايز اسأل سؤال، طب انت نازل ليه بمدفع الدبابات؟ يوسف ما عندوش مدفع دبابات، والدبابة اللي عند يوسف دبابة تعبانة، يعني العروسة تفرتكها. البازوكة تخلص، يوسف نازل بالمهندسين. يوسف رجل الحقائق العلمية مقاتل الحقائق العلمية. يوسف يبدأ بقى يوسف يستخدم كروت الضرب من بعيد، يرمي كارت التحميلة ورمى الألغام على الدبابات. خلاص الرجل وصل عند البنكر، يوسف يرمي كارت اللهب على العساكر اللي جاية هناك، أصلا رامي هناك أسلاك شائكة ورامي الدراجون تيث. الخصم يرمي صاروخ العفريت على الدراجون تيث عايز يخلص منها، لكن برضو الدبابة بتاعته ما تستحملش يا ولدها. يوسف يرمي هنا أوبس القبضة الحديدية. هتنزل لك ايه أوبس القبضة الحديدية غير شوية عساكر ودبابة خضراء؟ يعني الخصم بينزل بالكوماندوز كتير قوي، تنزل الدبابتين الخضر كده شغالين حلو ومع رجالة البوازيك، يرمي الأسلاك الشايكة برضو. الخصم يرمي كونتينر دعم ويفضي سكة للعروسة، لكن خلاص بقى كده كل سنة وانت طيب. اوه حلو قوي يا هيما. هيما هنا يرمي كارت تصليح للبنكر، كل ضربة يوسف بيضربها زود قوة البنكر، هو الأوبس ده كده بس. برضو خلاص بقى بعد ايه، يوسف خلاص كان وصل عند البنكر وروق على البنكر على الاخر. اعزائي المشاهدين وخلاص الوقت الاساسي خلص ويوسف خلص اللقاء 1-0. زي ما حضراتكم شايفين كده اللقاء بيخلص بكل بساطة وسهولة، السهل الممتنع. يعني في ماتشات تحس دبابات رايحه ودبابه جايه، لا يوسف مفيش عنده الكلام ده، هو شوكه وسكينه كده وحاجات بيخلص في السريع، راجل ما بيحبش الدوشه كتير. اعزائي المشاهدين اتشرفت جدا بلقائكم النهارده، اتمنى يا رب ان اللقاء ده يكون عجبكم، وما تنسوش بعد اذنكم اللايك والاشتراك والشير. كان معكم ام ابو العافيه من قلب الحدث.